بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سورو اس في دي. كنصححوا مباراة التعليم ديال سنة 2022. وصلنا يعني مادة علوم التربية، وصلنا السؤالين 47 و 48. نبدأ على بركة الله. يروم اعتماد مشروع على قسم عقل في واحد الفيديو راه في الاخر ديال هاد السلسلة دي اولا في الاخر ديال الاسئلة ديال 2022 في علوم التربية، تكلموا على مشروع المتعلم او المشروع الشخصي للمتعلم. هذاك عنده واحد الهدف، هو انه المتعلم يحدد واحد المجال المهني اللي باغي يشتغل فيه. ولكن دابا نتكلم على مشروع القسم، ها البروجي ديال الكلاس كامله. يروم اعتماد مشروع القسم تحقيق واحد الغايه اساس، واحد الغايه عنده واحد الغايه. شنو هو؟ واش تكييف اهداف التدريس العامه مع حاجية التلاميذ؟ لا، ليس كذلك. علاش؟ لأن فاش كنقولوا تكييف أهداف التدريس، هنا ماشي كندير، هنا ماشي ليش ماشي هو المشروع ديال القسم. هذه يعني كنقوم بالتكييف ديال أهداف التدريس مع الحاجية ديال التلميذ، يعني كنجيب ليه وضعيات ملائمة للحاجيات ديالو باش نبلغو أو باش يقدر يوصل للحاجيات ديالو. كذلك المشروع ديال القسم هو لن يأتي في مكان الطرق ديال التقويم الإشهادي التقليدي. ماشي إلا دار مشروع ديال القسم، إلا درت مشروع ديال القسم ما غاديش ندير له امتحانات. أولا مشروع القسم ليس هو أن يطور أو تطور العلاقة بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي، لا، هادشي كله لا. المشروع ديال القسم الهدف ديالو شنو هو؟ الهدف ديالو هو أنه المتعلم يولي عنده واحد الاستقلالية ونطوروا القدرات ديالو الخاصة. إذا مشروع القسم يهم من؟ يهم ذاك القسم، وكيجاوب على الحاجيات ديال ذاك القسم. هذا لا يعني أننا سنقوم بتكييف أهداف التدريس العامة على حساب واحد القسم، لا، ولكن كنوضعوا مشروع القسم لخدمة من؟ لخدمة المتعلم. إذن حنا راه ما كنتكلموش على الهدف من اننا نديرو مشروع القسم، ولكن او لا عفوا يعني كنتكلموا على الغايه العليا او الغايه الساميه من مشروع القسم. شنو هو؟ هو ان ايه كتقدر تكون واحد الاهداف، مثلا اننا نشدو هذاك الشيء اللي كيتقرا ونديروا له واحد التكييف مع الحاجيات اللي محتاجه الطفل الى اخره. ممكن يكون هذا الشيء متضمن في مشروع القسم، هو جزء من مشروع القسم، ولكن مشروع القسم اجمالا وبشكل عام فالهدف منه والغايه الاساس منه هي ان يصبح المتعلما او لان ننمي روح الاستقلالية للمتعلم. يعني المتعلم كيولي يشتغل على واحد المشروع ديال الجماعة ديالو، وبالتالي كنطوروا عنده واحد المجموعة من القدرات الخاصة، وبالتالي الاختيار باء هو الاختيار الصحيح. بالنسبة هنا هذا السؤال بحال نقوله سؤال مباشر، ما مجموعة من المعارف والأفكار المجردة قد يؤدي تجاوزها إلى تحقيق التعلم. هنا نتكلم عن مصطلح تجاوزها، يعني شنو؟ يعني عندي واحد المعارف واحد الأفكار، وإلا تجاوزتها كنكون تعلمت شي حاجة. إذن هذيك المعارف والأفكار اللي تجاوزتها يا إما كانت نسبية أو مؤقتة أو لا ليست صحيحة، يعني كانت أو كانت عبارة عن عائق. إذن هنا راه لا يمكن أن نتكلم عن الخبرات السابقة، لأن الخبرات السابقة راه كتبقى مستقرة، هذيك خبرات شي حاجة اللي صحيحة ما فيهاش مشكل. تلك التصورات المجردة أو التعلمات القبلية، فاش كنقولوا التصورات المجردة أو التعلمات القبلية أو هادشي كامل، راه هو شنو؟ هو التمثلات. ما يمكنش نقول التصورات المجردة وما نقولش التعلمات القبلية، أو التعلمات القبلية وما نقولش أو نهضر. إذا هادشي كامل تيتجمع فين؟ تيتجمع في التمثلات. شنو هما التمثلات؟ هما شي حوايج اللي ديجا كيعرفهم المتعلم، ولكن
كيعرفهم في واحد الشكل يا اما صحيح يا اما غلطين، وسيؤدي تجاوز تلك التمثلات الى تحقيق التعلم. وبالتالي الاختيار اللي صحيح هنا هو الاختيار د. نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.